جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لأخوان المتواضعين سواء كانوا أصغر أو أكبر، هل تمتد الحرمة إليهم ولا؟ نعم، من أرضعت طفلا في الحولين أو طفلة، أرضعت طفلا أو طفلة في الحولين، خمس رضعات معلومات، فإن هذا المتوع يكون ابنا لها وابنا لمن وابنا لزوجها، وتكون اقارب الزوج اقارب المرتضى، واقارب المرضعه اقارب المرتضى. هذا هو الضابط. من ارضعت مولودا خمس رضعات معلومات في الحولين فانه يكون ابنا لها وابنا لمن ينسب اليه لبنها بحمل او يطئم، ويكون محارم الاب من ينسب إليه اللبن ومحارم المرضعة كلهم محارم لهذا المتبع. ولا فرق بين المتقدم والمتأخر والمشارك له في الرضاعة، لا فرق في ذلك. وكذلك زوجات من ينسب له اللبن أولاده من زوجات أخرى، أولاد من ينسب له اللبن من زوجات أخرى يكونون أخوة لهذا المرتضى، لجميع قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.